دير هنا في هذا الوقت؟ السلام عليكم. ليبو بريس. وي. الله يا ودي اخويا، الله يا ودي. حصناك. اقول لي يا اخويا، اقول لي يا اخويا، فين شديتوني؟ الصباح اخويا ربت عليكم في المحل، سديت على مشحال من واحد. دابا هاد الوقيته اخويا تقصي. واش قلت تابعينك؟ شنقول لك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. شنو فايقك حتى لدابا؟ خويا عندي فول غدا. ما بغيناش تمشي عليا الطياره اخويا الصباح. انا كنقصي وانا راجع للدار. اقول لي انتوما فين شديتوني؟ شركوا معاك الطعام بعدا؟ كارتي ديالنا واش شي واحد قال لكم راه غادي غادي ياكل؟ كل كل بسم الله، كل بسم الله. قول لي سي عثمان، واش شنا البارح الفنانه كاع تيدردكو في العرس؟ انت ما كنتيش، كنتي غايب. اش نقول لك اخويا؟ انا 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 الهدف ديالي ما كانش الحضور في العرس، ما كان حتى حاجه، ما كانوا لا اضواء لا بوز لا والو. انا درت ان بيتي جيست لذاك لو كوبل، الله يسهل عليهم، الله يسعدهم في حياتهم. الحمد لله هذا البوز اللي دار لهذاك لو كوبل، راه اوموان بعدا هذيك البنت راه تلاقات مع باها، اوموان الامور تنتمنى ولا تتلاقى مع امها. اكشوان الله يسهل عليه. اش نقول لك؟ هذاك لو جيست انا ماشي شي حاجه اللي كبيره اللي غادي حيت درته خصني نمشي للعرس ولا، فهمتيني؟ انا راه ما كنتش باغي ندير حتى تصريح، ما نكذبش عليك، ما كنتش باغي ندير حتى تصريح. انا راه الصباح الصباح راه شي ثلاثه ولا اربعه لي سوبور اللي سلت عليهم، فهمتي؟ هذه جوج الليل. نتوما خويا ديبا برايس اخويا، راه شنقول لك؟ راه تسليم، والله الا تسليم بالله، والله الا تسليم. هو صاحبي قلت لك ناكل مع جوج الليل اصاحبي. لا حول ولا قوه. ها؟ بارك لك شوان. ما جاتنيش الفرصه نبارك لي حيت ما تعرضتش، ما تلقيت حتى تعرض، ما تلقيت. واش ما تعرضتيش ولا انت اللي ما تعرضتش؟ لا ما تعرضتش، فهمتيني؟ ما تعرضتش. كون مشيت غنكون ولد خالت مول الباش. وانا ما كنكونش ولد خالت مول الباش حتى في العرس. انا بعدا اصلا العرس ما عنديش معاهم بزاف، وهذاك العرس كون مشيت ليه كاع وكون تبت الحضور ديالي غنكون تبت غير لاجل هذوك العروسين. اما انا ما فهمتيني، انا ما نكذبش عليك، ما عنديش مال عراس، ولكن من الى سولت على راه ما تعرضتش. رايك السبب يعني؟ شنو نقول لك؟ العرس داز البارح، اقسم بالله العلي العظيم ما قلبت على سبب، تفرجت ما نكذبش عليك، شفت الامور عجبني الحال، قلت الله يسهل عليهم. ما تعرضتش بطبيعه الحال. شنو نقول لك؟ بطبيعه الحال ما غادي تجيك واحد شويه ديال العلاش، ولكن داك علاش ما غاديش تاثر عليا انا، حيتاش الدنيا هذه ما عنديش مشكل انا. خاتمك؟ اه لا، ما يمكنش يبقى فيا الخاتم، حيت الانسان انا نقول لك صراحه وربي اللي شاهد على 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 على, 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 على شنو كيدور في, 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 في الروح ديالي وفي الام ديالي. فاش كتعطي شي حاجه كتعطيها لله في سبيل الله، ولا بغيتي دير بها البوز وبغيتي دير بها شي حاجه ربي ما غاديش يرجع لك بالخير، خصك تعرف هذه القضيه هذه. دونك الخاتم ولا اي حاجه اخرى مع اي واحد اخر، كيف ما حنا داروا فينا ناس خير من قبل، الناس بالناس والناس بالله، فهمتيني؟ كل واحد كيدير مع شي واحد جيست، كل واحد كيكتب ليه الله يدير مع شي واحد شي حاجه، اللي يعترف به يعترف به، اللي ما يعترفش به ما يعترفش به. المهم هو ربي سبحانه وتعالى ما كيضيعش، ما كيضيع الاجر ديال حتى واحد. وكنشجع الناس لاي واحد بغى يدير شي حاجه مع شي واحد راه غيديرها، وما يتسنى والو، تسنى لا عراسيه، ما يتسنى لا اسبوع، ما يتسنى لا هادي لا هادي لا هادي. دير هاديك والخير راه عقبه طويله، الخير راه عقبه طويله، هذا هو اللي كاين. ما عنديش يعني مشكل، ادنى مشكل. وتتاح لي فرصه اخرى عاوتاني فين نقدر ندير شي حاجه زوينه غنديرها، وما كاينش المشكل، ما كاينش المشكل. التعامل ديال اكس وان اكن وان من بعد ما عطيتي الخاتم واش بقى التعامل ديالها كيما؟ لان كنا كنشوفو تيعندك تيهضر معاك. راه ظهرت معاه في فيديوهات اخرين مورا 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 البوز، وكيجي يتفرج معايا في ماتشات وهادي، كان امور غادا نورمال. واحد الربع ايام قبل من العرس داكشي فهمتيني مسحتي السما بليكا. انا قلت انا قلت ما بقاتش الماء طبيعه الحال، ما بقاتش البلاصه، ما عنديش المشكل انا، فهمتي؟ ما عنديش المشكل، ما عنديش المشكل. واخويا شنقول لك؟ البي بغينا نخلصوه، قلبنا فين نخلصوه، بغينا نصيفطوا ناس ديالنا، ما عرفنا منين درنا، من هنا من هنا كنتصلوا بالناس. انا كنت باغي نصيفط شي ناس بغاو سولوني على العرس فين غيتباعوا لي بيه فين هذا، قلت لهم انا راه ما عارفش، قلت لهم انا الان راه مازال ما عارفش العرس امتى، الوقيتاش اللي غيطلعوا الناس، امتى غتبدا الحفله، امتى هادي امتى هادي. من بعد كنتفاجئ فهمتيني؟ راه ما كاين دابا داك الكوبل والماتشو بخصوص خصوصا المناسبه. الله يسعدهم، شوف الله يسعدهم، الله يسعدهم. انا راه ماشي حيت ما مشيتش للعرس ولا شي حاجه اللي غادي
يقدر يبقى فيا الحال كاع واحد شويه. راه بعض المرات شي واحد راه كتلقى ما عرفتش على ولد عمو ما عرفتش عليه العرس، ماشي مشكل ما عرفتش العرس، ماشي مشكل ما عرفتش العرس، غبر نساني ما عنديش مشكل. انا كنتمنى لهم السعاده، كنتمنى لهم السعاده من فهمتيني بخالص النيه وربي لي شهاده ليا. خرجتي معاه تقهوتي معاه كيفاش كيفاش جاك؟ راه كنا كنضحكوا كنا كنموتوا بالضحك، لقيتو مع ناس من عائلتي. ها لا ما نكذبش عليك فهمتيني، انا تنعز عليا فهمتيني، عندي داك عزيز عليا الكوميديا فهمتيني، راه ماشي هذا هيبان، راه فيها واحد اللمسه انا شويه ديال الكوميديا، كنبغي فاش كنلقى شي واحد فيه شي لمسه الكوميديا كنبغي نجلس معاه، كنبغي نضحك معاه يتفرج معايا. هادي داك الشيء فهمتيني، كنا كنجلسوا جلسات زوينين مع المدام ديالو، هذا كنهضروا على الحياه ديالو مع هادي، ورا داز العرس الحمد لله. لا وراء الامور هو المهم، راه هو نشط في العرس ديالو. الله يسهل عليك، الله يسهل عليك اكش وان، الله يسهل عليك بسطوف، الله يسهل عليك. وراه ما عنديش المشكل، ما عنديش اصلا، انا كنت مقدر ما نمشيش، راه كنت غنمشي، ولكن منين كون عرض راه مزيان، منين ما عرضش راه جوج مزيان فهمتيني، ما عنديش المشكل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.